الدكتورة أمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة الدينية. دكتورة أمنة صباح الخير وأهلا بيكي. دكتورة أمنة، شفتي إزاي وقريتي إزاي هذا المشهد، مشهد تفجير داخل الكاتدرائية المرقسية النهاردة بالعباسية؟ صباح الخير على الجميع، وربنا يصرف عن مصر هذا البلاء وهذا الابتلاء. حقيقة يعني النهاردة احنا صابحين يوم يعتبر يوم مبهج لنا، لكن والله لقد دكتورة أمنة أنا إلينا. معلش بستأذن حضرتك، بس قبل ما حضرتك تكملي، في بس خبر عاجل معايا ان وزير الدفاع الفريق اول صدقي صبحي بيأمر بعلاج مصابي هذا الانفجار في مستشفيات القوات المسلحة. ده خبر عاجل جالنا الان، القائد العام للقوات المسلحة بيأمر بعلاج المصابين داخل مستشفيات القوات المسلحة. دكتورة أمنة اتفضلي يا فندم. يعني شيء جيد، احيي وزير الدفاع على هذه الخطوة الإيجابية، وأقول لمن فعل هذه الفعلة الدنيئة: يا أيها الأوغاد، لا بارك الله لكم لا في دنياكم ولا في أخراكم، وأقول لهم استحوا من الله، استحوا من هذا الوطن، استحوا من صاحب الذكرى اليوم في ميلادي صلى الله عليه وسلم، وهو عانى ما عانى من وطنه مكة، ومع هذا وهو يغادر مكة يقول لها: والله إنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك يعني هم اضطروني لأن أغادره ما غادرتهم. فيا أيها الأوغاد، إذا كنتم تدعون الإسلام، الإسلام بريء منكم، ورسول الإسلام بريء من أفعالكم. فيا أيها الأوغاد، كفاكم كفاكم إجرام، كفاكم تجرؤ على هذا الوطن الرائع. وأقول لمصر: سلمت يا مصر من كيد الكائدين ومكر الماكرين، سلمت يا مصر من كل إنسان على شاكلة هؤلاء الأوغاد يضمر لك السوء أو يضمر لأهلك أي أذى. سلمتم جميعا يا أهل مصر، وسلمت معابدنا، وسلمت كنائسنا، وسلمت مساجدنا. سلمت يا مصر، سلمت يا مصر. شكرا جزيلا دكتورة أمنة نصير على مداخلة حضرتك معانا.